في البداية نشكر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على دعوتنا لنكون شريك توظيف في هذا المعرض الذي يضم أكثر من 12,000 مواطن ومواطنة من الكفاءات والخبراء المهنيين وخريجين الجدد. تشرف فريق مركز مواهب بالتواجد والمساهمة في فتح قنوات الاتصال بين مجندي وخريجي الخدمة الوطنية وشركات القطاع الخاص الباحثة عن كوادر وطنية. استقبل جناح مركز مواهب عدد كبير من زوار المعرض من منتسبي وخريجي الخدمة الوطنية، وعرضنا لهم خدمات مواهب الخاصة بالدعم الوظيفي وخدمات الإرشاد المهني وخدمات ما بعد التوظيف وغيرها من الميزات التي تهدف إلى تمكينهم وتجهيزهم لسوق العمل. كان المعرض أيضا فرصة ممتازة لتعزيز شراكاتنا الاستراتيجية والمستدامة مع القطاع الخاص من خلال النقاشات التي تزيد من فهمنا متطلبات سوق العمل الحالي وتعطينا فكرة أكبر عن احتياجات القطاع الخاص ونوعية الكوادر الوطنية المطلوبة للتوظيف. المواهب الإماراتية هم محور عملنا لدى مركز مواهب، ونرى فيهم مدى الالتزام وحب الاطلاع والتعلم. ونصيحتي للباحثين عن العمل هو مواكبة هذا التسارع والتغيرات التي تطرأ على سوق العمل من خلال التركيز على تخصصاتهم واكتساب المعرفة والخبرات والمهارات اللازمة.